يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذه الندوة حول إصلاح نظام العدالة الجنائية، ويعتبر أن فتح ورش مراجعة القانون الجنائي وقانون مصر الجنائية هي مناسبة من أجل ملائمة هذه التشريعات مع الاتفاقية الدولية. وفي هذا الصدد سبق للمجلس أن قدم عدة توصيات بمناسبة رأي حول مشروع القانون الجنائي وأيضا قانون مصر الجنائية. هذه التوصيات ركزت على ضرورة إعمال مقاربة النوع الاجتماعي بشكل عرضاني في هذه القوانين، ومن بين التوصيات التي قدمها المجلس ما يتعلق بضرورة يعني تسهيل ولوج الناجيات من العنف إلى العدالة، ومراجعة إطار المفاهيم لعدد من الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي، خاصة ما يتعلق بتعريف جريمة الاغتصاب وجريمة التحرش الجنسي، وتجريم مجموعة من الأفعال اللي هي غير مجرم عليها مثل أو غير مجرمة بنص خاص مثل يعني جرائم الاغتصاب الزوجي. أيضا المجلس طلب بضرورة جبر ضرر الناجيات من العنف من خلال التفكير بإحداث صندوق لتعويض الناجيات من العنف في الحالة التي يتعذروا فيها يعني الوصول إلى هوية المعنف أو حينما يكون قادر على الأداء. ونعتبر أن هذه الندوة ستكون مناسبة من أجل تعميق النقاش حول هذا الموضوع. هذا اللقاء اليوم كيندرج في إطار إغناء النقاش ما بين فعاليات المجتمع المدني وكذلك المسؤولين على إنفاذ القانون من أجل الخروج بتوصيات من أجل تجويد القانون الجنائي اللي هو دابا حاليا في طور المناقشة والدراسة، وكذلك قانون المسطرة الجنائية. فالهدف من هذا اللقاء هو أننا نخرج بتوصيات اللي تكون عملية، اللي كتأخذ بعين الاعتبار الحقوق الإنسانية للنساء، تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي، وكذلك هذه القوانين والتشريعات أنها تكون تأخذ بعين الاعتبار كذلك التوصيات وكذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات صلة بالحقوق الإنسانية للنساء. اقتراحات نتاعنا حول التشريعات الجنائية، هي في الحق تحالف ربيع الكرامة تخدم على التشريعات من 2010 كتحالف، ودار واحد العديد من المذكرات ومن الدراسات التحليلية النقدية كلها هي مشاريع القوانين اللي كتخص هذا الموضوع، ودار مذكرات اللي تقدم بها الوزارة المعنية اللي هي وزارة العدل، و بالنسبة للقانون الإجهاض، بالنسبة للقانون العنف، بالنسبة للقانون الجنائي. وقانون العنف راه داز في الصيغة اللي عرفته، ماشي اللي طلبناه تماما، ولكن القانون باقي كنناضلو كنديرو ترافع ومقدمين مقترحات على قانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. قانون المسطرة الجنائية احنا في طور إنجاز واحد الدراسة نقدية على المشروع اللي كاين اللي كيدور باقي في الحق ما خرجتوش الوزارة. القانون الجنائي اللي فاتلنا قدمنا فيه 10-16 اللي قدمنا فيه مقترحات، ولكن كان جبدوا الوزير العاد من سحبوا من البرلمان قال لك باش يجبدوا، وحنا كنتسناو الصيغة الجديدة باش نعاودوا نقدموا ملاحظات بصددها. ولكن حنا على كل حال عندنا واحد رأي واضح على كيفاش بغينا القانون الجنائي، بغينا يكون تغيير جذري وشامل لمقتضيات من ناحية الفلسفة والبنية والمقتضيات واللغة حتى هي باش يكون باش يحمي النساء ويكون عادل.